تمرين النهاردة أو الاختبار النهاردة اللي معانا اسمه Split Squat Jump. تعالوا نشوف مع بعض طريقة عمل الاختبار ده بشكل صحيح. تمرين Split Squat Jump عامل زي تمرين اللانج كده، بس عبارة عن دايناميك شوية، يعني متحرك زي ما هو واضح على الشاشة. أنا هنا بطلب من العميل إن يبتدي يطلع رجله لقدام ورجله الشمال لورا بالشكل ده. طبعا الايد بتتحرك عكس اكاس، يعني زي المقص كده، الايد اليمين مع رجل الشمال وهكذا زي ما هو واضح قدامنا على الشاشه. وهنا برضو ببتدي اشوف بعض الديفيجن وبعض الاستابيليتي الاستقرار، يعني نشوف تبديل الرجل دي هل بيحصل بيفقد التوازن بتاعه، وفي نفس الوقت لو في ديفيجن لقينا الركبه داخله لجوه، لقينا الكعب بيترفع، هنشوف الكلام ده كله. بقدر اكرر الموضوع ده 3 مرات عشان نبقى عارفين مش اكتر من كده. نبتدي نطلب من العميل جاهز جو بالشكل ده 2 3، ده كده حلو جدا. اكرره مرة تاني 1 2 3، جميل جدا. والتالتة نفس الكلام، وطبعا عينيا بتلاحظ الفرق. لو استفدت من الفيديو يا ريت تقوم تطبقه بنفسك عشان تتقنه، عشان لما تيجي تعمله مع العميل بتاعك تقدر تطلع بالنتائج ازاي. وما تنساش لايك وسبسكرايب وشير عشان الكل يستفاد. ICC Arabic، طريقك للتميز في مجال المدرب الشخصي.